ما تبقى الآن مع معاذ محارب. جولة جديدة مما تبقى. إيراني ممانع أم طائفي قاتل؟ بين هذا وذاك انقسم المشهد حول قاسم سليماني، انقسم بين مؤيد لوجهة النظر هذه ومؤيد لوجهة النظر تلك. وبينما يتصاعد الجدل تنسل ابنة سليماني لتورط الأسد على ما يبدو، وخمسة آخرين كذلك، يعني زينب ابنة الحاج قاسم تنسل زينب لتورط الأسد وتحمله مسؤولية الرد على مقتل والدها عبر تشجيعه على مواجهة ترامب. حلقة خاصة مما تبقى، حياكم الله. صاحب مشروع لتحرير فلسطين أم مبشر بهلال شيعي متبلور؟ متبلور كان سندا للقضايا النبيلة أم خنجرا في صدور الثورات المنادية بالعدالة؟ هذا الجدل هو الذي نتج حول مقتل قاسم سليماني، ناقلا التراشق بالمواقف من على المنابر السياسية إلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي كافة ليغزوها. اذكروا محاسن موتاكم، فتقول جماعات فلسطينية دعمتنا إيران ولم يكن لنا سواها من شريان بعدما انسدت الأوردة العربية. توقفوا توقفوا، يصيح سوريون وعراقيون ولبنانيون وبعض الفلسطينيين كذلك، يصيحون ويقولون الطريق لتحرير فلسطين لا يكون عبر صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت. واسألوا فلسطيني سوريا الذين تزعم طهران محبتهم، اسألوها لطهران ماذا فعلت ميليشياتها بهم في دمشق وحلب ودرعا. إيراني ممانع أم طائفي قاتل؟ صاحب مشروع لتحرير فلسطين أم مبشر بهلال شيعي يتبلور؟ كان سندا للقضايا النبيلة أم خنجرا في صدور الثورات المنادية بالعدالة؟ تلك أسئلة جدلية اشتعلت مع اشتعال موكب قاسم سليماني قائد فيلق القدس في حرس إيران الثوري، وما شهده مقتل ذلك الرجل من جدل حول مماته، تماما كما الجدل الذي اشتعل أثناء حياته حول مسيرته في العقد الأخير خارج حدود بلاده داخل حدود العرب بالتحديد. حمل سليماني من اسم الفيلق الذي يتزعمه اسمه القدس، وذهبت جماعات فلسطينية سياسية وعسكرية تحمل طابع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لنعيه سواء على مواقعها الرسمية أو على أرض الواقع من خلال إقامة مجالس عزاء لمن وصفوه بشهيد الممانعة. الأمر ذاته ينطبق على حسن نصر الله، الشخصية المثيرة للجدل بدورها، وقد نعى القتيل بوصفه سيد شهداء الممانعة وراح يتوعد قتلة سليماني بالقصاص. العدل، القصاص العادل هو ما يلي: بشفافية ووضوح، الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وإن كان هناك فئة من الوطن العربي تدين بالولاء لسليماني ومشاريعه التحررية كما يصفونها، فهناك فئة أخرى ترى للقتيل وجها آخر يتلخص في الوقوف ضد مشاريعهم التحررية من قمع حكوماتهم واستبدادها، بل إنهم يحملونه كما حملته منظمات دولية مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بلادهم من خلال ميليشيات يدعمها أو يشرف عليها أو تأتمر بإمرته. والحديث هنا عن سوريا والعراق ولبنان واليمن، حيث لا مناقب تذكر للقتيل كما ترى تلك الشعوب، إنما تجد نفسها اليوم أمام معضلة سليماني ذو الوجهين، حيث يحاول البعض إقناعهم أنه ارتكب بحقهم ما ارتكب لتخليصهم في نهاية المطاف من الاحتلال.
حرب البسوس تقريبا اندلعت على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، معركة تويترية، معركة بالمعنى الحرفي للكلمة. للتعليق على هذه المعركة معنا هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ تيسير سليمان. مرحبا بك أستاذ تيسير. مرحبا فيك، شرفتنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. اليوم اندلعت الحرب مجددا. رئيس مكتب السياسي حركة حماس إسماعيل هنية يقول في تأبين قاسم سليماني شهيد القدس، ويكررها ثلاثا، واندلعت المعركة. أنت أولا يعني كمواطن فلسطيني قبل أن تكون كاتبا وباحثا، ما تعليقك شهيد القدس؟ حقيقة أنا علي أن أفهم حركات المقاومة وطريقة تعاملها، وجزء رئيسي من تعامل حركة المقاومة وخاصة حماس منذ سنوات طويلة هي كسب الأصدقاء وتخفيف الأعداء، وهذا الجزء الرئيسي الذي تتكلم عنه حركة حماس منذ سنوات. حماس في موقع متقدم بالصراع ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مجرد أنها تتكلم بالعموميات بمواقف سياسية أو مواقف هي، فهي تعبر عن الموقف الذي تديره منذ سنوات. لم تكتشف حديثا حماس موقفها من اتجاه إيران أو من اتجاه الولايات المتحدة أو كيف تتعامل مع الاحتلال. المقاومة بالصورة العامة تبدأ على مبادئ عامة، تقليل الأعداء وكسب الأصدقاء، وأعتقد أن حماس تسير بهذا المنهج، وخطاب أستاذ أبو العبد هنية يمثل هذا النموذج بالتعامل الفكري مع الأحداث التي تدور في المنطقة. فقط باب كسب الأصدقاء يذهب ويقول الشهيد قاسم سليماني. طيب البعض هون اسمح لي أقول لك يعني يقول أنه كان بإمكان حركة حماس أن تصدر بيانا، أن يعني اتصال تليفوني تعزية، لكن بهذه الطريقة. البعض يقول أنه إسماعيل هنية يستعدي حرفيا ملايين السوريين والعراقيين واليمنيين. يعني الرجل، قبل أن أسألك، ليس يعني يهمه موقف هؤلاء أم لا، هل هو فعلا مقتنع أن قاسم سليماني شهيد؟ ربما هذا يعني من العقديات الحركة الآن أنه قاسم سليماني شهيد. ربما هذا السؤال يحتاج أن يجاوب عليه بشكل مباشر، ما إنه جاوب عليه بشكل مباشر فهو يعبر عن حركة حماس. أما بتعليق الأول أنه كسب الأصدقاء، لا، هي معادلة تقولها حماس بشكل واضح. إيران جزء حليف رئيسي بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وبناء عليه لا تختلق موقف بناء على الاستشهاد أو على القتل أو على محاولة اللعب بالألفاظ. هي جزء رئيسي من طريقة التعامل. هي تقول أن هؤلاء حلفائي، ماذا تطلب منها حلفاء؟ لا يقولون لهؤلاء نحن معكم عندما تصبح عندكم مصيبة أو يصبح عندكم حدث. لذلك هذا جزء من التعامل، وهذا جزء من جزء من الثورات الأخرى التي استعدى الجميع ويريد أن يقاتل الجميع، وهو لا يستطيع أن يواجه أحد، وهذا جزء من الفشل الذي نراه خلال الأيام الماضية بالكثير من الثورات. طيب حتى نبني، يعني هو عندما يقول شهيد إسماعيل هنية أو في بيان الحركة قبل يومين، هي ليست مجاملة ولا يعني مسايرة للإيرانيين، هي حقيقة فعلا. هؤلاء يرون أن قاسم سليماني شهيد فعلا. إذا الرجل يقول لك هؤلاء حلفائي ونحن ندخل معهم بحروب إذا تقاتل، والتعبير الواضح من رئيس المكتب السياسي والبيان الذي خرج من حركة حماس، معناها المسألة واضحة بالنسبة لهم. المسألة ليست مسألة أنه يريد أن يتعامل برغماتية مع الحدث، إحنا يتكلم عن نظرة مستقبلية ونظرة خلال السنوات الماضية. هو يقول لك وقف معنا عندما لم يقف أحد معنا، ونحن نقف معه عندما يتركه الآخرون، وهذا جزء من الفهم الصحيح. نحن أحيانا بالحركات والجماعات الإسلامية وغيرها نحاول أن نأخذ الأمور بقالب واحد، وهذا جزء لا نهجه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نهجه الصحابة. بذلك توضح حركة حماس موقفها، ولذلك نجد أنه ليس فقط البعد الإسلامي في فلسطين عبر عن هذا الموقف، اليسار منه والقوم منه وحتى السلطة نفسه أعطت بيان. نعم. لماذا؟ لأنها ما داخل بمبدأ واحد. خلال سنوات طويلة دخلت الشعب الفلسطيني بتجاذبات بهذا وذاك، وهذا أما أدى بالنهاية إلى أن يضعف الجانب الفلسطيني ويلومونه لماذا أنت استعدائت هؤلاء والشيء. أما موقفهم موقف السوري، أحياناً ذاكرتنا نحن نحاول أن نجعلها بقدر اهتمامنا أو نتناسى منها. عندما خرجت حماس من سوريا خرجت لأنها رفضت أن يكون هناك شيء غير مقبول بالنسبة لها بالموقف السوري، أكان قتلاً أو تعذيباً. لذلك لما نريد أن ننظر لها ننظر إلى حركة حماس بهذا، ولا ننظر لها بموقف هي تنظر أنه هي تقوم به مثل العزاء أو الذهاب إلى إيران. فهذا موقف يخصها لأنه هي تترتب عليها مواقفها بناء عليها. لماذا لا نتذكر موقف بطولي من خروج من سوريا ونتقبل أنه يذهب لي؟ لذلك هذا جزء ربما من الثورات يجب علينا دائما أن نفهمها. ربما لأنه الكثير يتذكر هذا الموقف لحماس،
ففاجأه ربما، وليس فقط السوريين ترى بالمناسبة، العراقيين اليمنيين، لعلك قرأت واستمعت، يعني يقول لك هذا استعداء فج لمشاعر هؤلاء لأن هذا الرجل قتلهم. هذا الرجل، السوريون والعراقيون واليمنيون واللبنانيون يعتبرون قاسم سليماني قاتل، فتأتي أنت اسماعيل هنية وتقول لك والله شهيد، وشهيد القدس، وشهيد القدس وجزء رئيسي من الشعب الفلسطيني وحركة حماس يقولون بشكل واضح أن هذا دعمنا وسلحنا وساعدنا الموافد جهات الاحتلال الإسرائيلي. علينا أن نفهم الآخر عندما نريد أن نتكلم عنه، وأعتقد أن مواقف حركة حماس لسنوات طويلة كانت مشرفة ومواقفها واضحة، وكانت تتكلم عن الشعب العربي السوري منه واللبناني واليمني والعراقي أنه الشعوب الأولى التي هي دائما تنظر إلى مصلحتها. لذلك موقفها من الثورات كان واضحا، ودفعت أثمان كبيرة، حوصرة بغزة وأغلق عليها الأبواب لأنها كان لها موقف بطولي أكان بالشعب السوري أو بالموقف المصري أو حتى بشعوب المنطقة. لذلك عندما نريد أن ننظر إلى حركة، ننظر إلى موقف ونتناسى الماضي، يجب علينا أن ننظر بشمولية. وأنا نصيحة يعني كإنسان متابع للشأن الفلسطيني، وجدت أنه فعلا بعض الحركات الوطنية الفلسطينية أقحمت نفسها بمعادلات خسرت الشعب الفلسطيني الكثير. جزء من معادلة أي حركة مقاومة تريد أن تواجه احتلال مثل الاحتلال الإسرائيلي هي كسب الأصدقاء وتخفيف الأعداء. والبعد الأخلاقي في حركات المقاومة، الأخلاقي هو قمة العمل، أنها عندما تقول حركة حماس أنها تتحالف مع إيران فهو قمة الأخلاق أن تكون وافية بجزئية كبيرة معها، وقمة الأخلاق أن ترفض أن يكون هناك قتيلا عربيا ثائرا على الظلم والاحتلال. وهذا جزء من هي تعذب القاتل، هي تعذب القاتل، وهي ضحت في سوريا ودفعت الأثمان من أجل الشعب السوري. يبقى لماذا ننسى عندما قدم قبل أن يقدم الشعب السوري؟ العراقيون كذلك، والعراقي كذلك، لذلك نحن عندما نريد أن نفهم الحركات ونفهم المواقف الفلسطينية، عندما كانت حركة حماس تضرب وتقتل كان الشعوب العربية أول ناس يقفون معها، وهي وقفت معهم وهي دائما موقف، لكن هي كانت تقول، ولن تكون تسجل هذا في ملف سري ولا ملف، كانت تقول بالعلن أن لي تحالفات مع إيران، وعندها زارت روسيا كما الثورة السورية يوجد محادثات في أراضي روسية عن القضية السورية، كما أنها لا تقول للأخوة السوريين والأخوة العراقيين واليمنيين حاربوا أمريكا واتركوها وقاتلوها، هي تقول لهم هؤلاء يدعمون قاتلي وهو الإسرائيلي في فلسطين. لذلك عندما يكون في وضوح بالموقف أحيانا نريد أن نخطئ الآخرين حتى نكون جميعا خاطئين، وهذا الموقف الخاطئ الذي نريد أن يكون كل سيء حتى يكون كلنا سواسية. وأعتقد أن حركة حماس تتكلم بوضوح بهذا الموضوع. طيب، وأعتقد أنا كفلسطيني أنه جزء من الوضوح كنا نحتاجه لسنوات طويلة بالملفات العديدة الفلسطينية. أول هذه الملفات وقوف حركة حماس مع الشعوب العربية والثورات، لأنها كانت تعتقد أن الإنسان الحر. لكن الآن يعني جزء من قيادة حماس هو في يبدو محاولة إعادة العلاقة مع بشار الأسد. أنا أعتقد أنه وهناك لا يعني حزب الله يعني يقوم بهذه الوساطة ويبدو الأمور منتهية. إذا بكرة وجدنا حكومة سورية واحدة، الثوار والأسد في حكومة واحدة، سوف يكون مرحب من الثوار السوريين أن يستقبلوا قيادات طيب أخرى بحكم أنها جزء من الاتفاق. طيب الآن الأسد والروس، الروس طبعا يعني هم رعاة النظام، يروجون أنه والله الأسد انتصر وكذا، هل ممكن في قادمة الأيام نشهد عودة لحماس إلى دمشق برعاية الروس؟ والروس موجودون يعني. أنا بتصور هذا بده لقاء مع الأستاذ أبو العبيد تلتقي فيه وتسأله هذا السؤال، لكن أنا أعتقد أي حركات أي موضوع هو قابل نقاش، مثل ما الثوار طيب. كانوا يرفضون بشار الأسد والآن يجلسون للتفاوض على حكومة أو مجلس هو يعني هو هو نحن بس لسبيل على سبيل التوضيح يعني لا هي باب إعطاء التجربة أي لأنه المعركة أنت تراها يعني شخصيات اعتبارية كثيرة عربية ليست سورية وحدها صدقني يعني ما تقوم بها حركة حماس تقوم حتى بعض الشخصيات الفلسطينية ما تقوم فيها حركة حماس بالصف بالدرجة الأولى هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يقاتل الاحتلال وضحت وضحت هذه وهذه قضية الصهاينة يعني الكثر يقول هذه قضية مفصول فيها يعني لكن أريد أن أسألك عن ردة فعل بعض أنصار حماس على تويتر يعني هناك ردة فعل استعلائية على كل من يحاول أن يتجرأ ويقول حرف من باب يعني أهل مكة أدرى بشعابها ومن باب البوصلة يعني تعرف أنت يعني تقال كثيرا هذه الكلمة الآن ومن باب يعني يشتم العرب ويقولون الأعراب وهذه البعض يقول هي ترداد بشكل أو بآخر للثقافة الإيرانية لأن هؤلاء الإيرانيون يكرهون العرب وأنت تدري الثقافة الشعوبية ألا تعتقد أن بعض الفلسطينيين يتأثرون جماعة حماس أعتقد أنصار فلسطين الحماس يتأثرون بشكل أو بآخر بهذه الثقافة الإيرانية الشعوبية
أنا بتصور الشعوب كلها بتتأثر من بعضها البعض، لكن حقيقة دعنا نتكلم بصراحة. عالم التويتر وعالم الفيسبوك وعالم وسائل التواصل الاجتماعي فيه الكثير من الذين يتكلمون دون أن يكون لهم لا رصيد ولا سوف يكون لهم رصيد، يتكلمون بحكم أنه إذا تكلم لا يوجد عنده مشكلة، هو ناشط. أنا بنظري تاريخك الماضي وما تفعله على الأرض وتاريخك المستقبلي هو الذي سيحدد صدق هذه الكلمات، وباعتقادي أن من يتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي بعضهم عنده تاريخ والبعض الآخر يريد أن يصنع تاريخ. طيب الآن قاسم سليماني، هذا الرجل هناك إشكالية، ما الذي قدمه للقضية الفلسطينية؟ ما الذي قدمه للفصائل؟ لعلي أعود بك للذاكرة، يعني موسى أبو مرزوق تسجيله الموجود على اليوتيوب يقول لك هؤلاء الإيرانيون كذبوا، موسى أبو مرزوق هكذا قال من 2009 ما قدموا لنا شيئا. طيب ما الذي قدم؟ ويقول لك قاسم سليماني قدم وقدم وقدم، ما الذي قدمه قاسم سليماني؟ يعني هل يستحق كل هذا المديح؟ إذا أبو موسى أبو مرزوق يقول هذا الرجل كذاب. دعنا نتكلم بشكل واضح. موقف حركة حماس كان واضحا والتعبير عنه واضحا ولا يحتاج إلى حد أن يفسر له. موقف أبو مرزوق، الأستاذ أبو مرزوق وغيره، هو جزء من التعبير عن الذات، هو يستطيع أن يعبر عن موقفه، وعندما يريد أن يوثق شغله ممكن أن يقول هذا باسم حركة حماس، هذا أمر طبيعي. هلا بنظره ماذا يعتقد للشعوب؟ اختلاطنا مع الشعوب دائما يولد معرفة، فهذا الشعب الذي تكلم عنه كثير الكذب، هذا شعب كثير طمع، هذا شعب كثير، هاي جزء من انطباعات الشخصية. لكن عندما تأتي كحركة، هو يقول القيادة السياسية، موسى مرزوق يقصد القيادة السياسية، هو يقول نصا أنه يعني القيادة السياسية الإيرانية وعدتنا كثيرا ولم توفي بوعودها، فبالتالي هي قيادة كذابة. إن شاء الله أنا ممكن أوفر لك هاتفه تتصل عليه وتدعوه عندك. لا يعني قصد، لا أنا متأكد أنه سوف يكون جريئا بالرد عليك. طيب جميل، لأنه البعض يعني يشعر أن هناك تناقضات، يعني كيف من ناحية موسى مرزوق يقول هذا الكلام ويخرج اسماعيل هنيه ويقول لك والله قاسم سليماني شهيد القدس. موقف حركه حماس واضح يعبر عنه بيانها الرسمي الذي يوثق على صفحتها الرسميه، ويعبر عنه رئيس المكتب السياسي. وجود اراء اخرى داخل هذا جزء من الجو العام اللي بيعتبروه جو صحي ويعبر عن راي. هناك مواقف متعدده لكن هناك اجماع عام ويصوت عليه اغلبيه اعضاء الشورى والمكاتب التنفيذيه. بالمقابل عندنا في حركه فتح كان موقفا قريبا جدا، بالعكس اصبح يوصف ووصف اكثر بطوله، الجبهات الشعبيه والديمقراطيه تكلموا عنهم بايجابيه، بالعكس ذهبوا الى مربع وهم يختلفون عقائديا ودينيا معهم، وهذا جزء رئيسي من اعتقاد ان جزء من المحور او جزء من التحالفات الدوليه، لانه العالم كله يصطف، ولولا هذا الاصطفاف لم يحدث بما حدث في سوريا من تحالفات الجميع ضد الجميع. لذلك جزء طبيعي من التعبير ان يكون لكل انسان سياسي موقفه الخاص. بالتالي الان البعض يقول يعني ايران تقدم خدمات للفصائل، بالتالي يخرج اسماعيل هنيه ويقول لك والله قاسم سليماني شهيد القدس. الآن ما المطلوب من حماس في المقابل؟ يعني ابنة قاسم سليماني اليوم قالت زينب أنه حملت عبد الملك الحوثي وقالت عمي بشار الأسد وعمي حسن نصر الله مطلوب، وقالت اسماعيل هنية، هل ستدخل حماس بهذه المعركة؟ معقول يعني أن يتورط قطاع غزة بهذه المعركة، معركة الثغر لشهيد القدس قاسم سليماني؟ أنا باعتقادي حركة حماس خلال سنوات طويلة كانت واضحة بالمعادلة تبعتها، معادلة أنه يوجد احتلال على أرضها وهي تقاتل هذا الاحتلال، والاحتلال هذا يستخدم كل وسائل العالم ووسائل القتال ضدها بالصواريخ وغيره، ويستخدم الدول أيضا، يستخدم بعض الدول التي نقول عنها من بني جلدتنا، ويستخدم الأعداء وهم أمريكا وغيرهم. لذلك أنا باعتقادي أن حركة حماس دائما سوف تكون بوصلتها هي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكل من يقف مع الاحتلال الإسرائيلي، لأنها تعتقد أنها هي وجزء كبير من الشعوب العربية والإسلامية سوف ينتصرون في النهاية. هو الحقيقة أنا يعني ليس فقط حماس، يعني كذا فصيل فتح بيوت عسافي، لكن سبب الحوار ربما ذهب إلى حماس كون إسماعيل هنية خرج، يعني وهي أكبر فصيل فلسطيني حماس. قبل أن أختم معك، البعض يقول ينصح حركة حماس من الفلسطينيين، بعض المثقفين الفلسطينيين، أنه يا أخي كان يسعكم الصمت لأنكم تخسرون بعدكم العربي والإسلامي، تخسرونه حرفياً، كان يسعكم الصمت. أنا باعتقادي أنه بعدنا الإسلامي والعربي هو دائما مع حركات المقاومة، ودائما داعما ضد الاحتلالات وكل ضد من يقف معها، وداعم الثورات العربية وغيره من الأمور. أنا باعتقادي أن حركة حماس عبرت عن موقفها التي كانت تعبر عنه قبل الاستشهاد وبعد الاستشهاد، وهذا جزء رئيسي. أنت تقول شهيد؟ هذه مسألة تعبر عن موقف الحركة. حركة حماس عبرت بشكل واضح عن موقفها، وبناء عليه نحن نتكلم عن موقفها، لم أدعى أنا للتعبير عن موقفي الشخصي. لا تقول استشهاد، لذلك سألتك يعني. لذلك
أنت ربما قلت قاتل لأن تعبر عن ثورة، لكن جزء طبيعي عندما نتكلم عن حركات تتكلم عن مواقفها الأيديولوجية ومواقفها السياسية والاستراتيجية، تتكلم عن حركات واضحة بالموضوع. إذا قلت لك قتل وقاتل، وبعض الناس يستخدمون عبارة أقصى، ربما لا تعبر عن الموقف الإعلامي الصحيح. أنا باعتقادي أن حركة كحركة حماس استطاعت خلال سنوات قليلة أن توازن مواقفها وتحاول أن تحط بوصلتها الأولى هو مقاومة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني. شكرا الكاتب والباحث تيسير سليمان، شكرا جزيلا لك، كنت معك. شكرا. قال رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام علي مملوك، قال إن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني هو تمهيد لتحرير فلسطين وتدمير الكيان الإسرائيلي، وذلك خلال وجوده في طهران لتقديم واجب العزاء بالقتيل سليماني ولقائه بمسؤولين إيرانيين هناك. تزامن ذلك مع تهديد أطلقته زينب سليماني ابنة قاسم سليماني بأن حلفاء إيران فيما يسمى بمحور المقاومة سيتابعون مسيرة والدها، وأن بشار الأسد وحده يكفي للقضاء على ترامب الذي وصفته بالمقامر الشرير الذي يسعى إلى بث التفرقة بين إيران والعراق. تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الطائرات المسيرة بدون طيار للتخلص من الأشخاص الذين تلاحقهم أو توجه لهم تهم الإرهاب. آخر قتلى الطائرات المسيرة الأمريكية كان قاسم سليماني، لكن سبقه خلال السنوات الماضية عدة شخصيات مهمة كانت هدفا لمسيرات واشنطن، منهم اثنان في اليمن وقيادي لتنظيم القاعدة قتل في سوريا وآخر في الصومال، وآخرهم مؤسس ميليشيا حزب الله العراقي أبو علي الخزعلي الذي قتل قبل سليماني بأيام. الآن من هم أهم خمس شخصيات قتلتهم الولايات المتحدة بالطائرات المسيرة وبنفس طريقة قتل قاسم سليماني؟ ليس قاسم سليماني أولهم، بل إن التاريخ الأمريكي يبوح بأن خمسة أشخاص آخرين ممن ذاع صيتهم قضوا بنفس الطريقة. المسيرات القاتلة. بداية رحلة القتل الآلية بهذه الطريقة بدأت من اليمن، وتحديداً في العاصمة صنعاء، عندما استهدفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رجل الدين الأمريكي اليمني أنور العولقي الذي يعد من أبرز منظري تنظيم القاعدة
وله خطب شهيرة ضد الولايات المتحدة قبل أن تقتله مسيرة أمريكية في أيلول 2011 مع 6 من مرافقيه. قتال الشيطان لا يحتاج إلى فتوى. من اليمن إلى الصومال، القيادي في حركة الشباب المجاهد الصومالية بلال البرجاوي كان هو الآخر هدفاً لمسيرات واشنطن، إذ سبق أن حارب البرجاوي ضد القوات الأمريكية في أفغانستان ليتوجه بعد ذلك إلى الصومال ويشرف على التدريب والتجنيد في حركة الشباب. وفي كانون الثاني من عام 2012 شهدت الضاحية الجنوبية من العاصمة مقديشو مقتل البرجاوي بطائرة أمريكية بلا طيار. الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو الخير المصري لحقته المسيرة الأمريكية إلى شمال سوريا لتقتله في بلدة المصطومة بإدلب بعد أن لعب دوراً أساسياً في التخطيط ورسم الاستراتيجيات للقاعدة منذ ظهورها على الساحة السورية. وإلى اليمن مجدداً، اغتيال كان غريباً من نوعه، إذ أن المستهدف هو قيادي في أحد الكتائب الموالية للجيش اليمني المدعوم مما تسمى قوات التحالف العربي، سالم عبد الله التيسي. آخر المستهدفين بالمسيرات الأمريكية كان رفيق قاسم سليماني وشريكه في تأسيس الميليشيات الإيرانية بالعراق، أبو علي الخزعلي، مؤسس كتائب حزب الله العراقي والمشرف عليها أثناء مقاتلة تنظيم الدولة والقتال إلى جانب قوات نظام الأسد في قمع الثورة السورية قبل أن ترديه الطائرات المسيرة الأمريكية قتيلاً بلا حراك. ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.